جديد نجم فريق المغرب الفاسي في فضاءات هذه المنافسة البارزة على الصعيد الإفريقي، خاصة بعد صحوته الكبيرة في السنتين الأخيرتين وطنيا وإفريقيا. فبمعنوية عالية ورغبة كبيرة لتحقيق الفوز، تتواصل الاستعدادات بتركيز غاية في الدقة بحضور كل اللاعبي الأساسيين باستثناء حلحول المطرود والحارس أنس أزنيتي المصاب، اللذان سيغيبان عن لقاء السبت القادم. مدرب الفريق رشيد الطوسي رتب أوراقه جيدا خاصة على المستوى التكتيكي ليكون في الموعد المرتقب. على المغرب الفاز بأربع بطولات وطني وثلاثة ألقاب لكأس العرش ولقبين إفريقيين، دخل لخانة الكبار قاريا عن جدارة واستحقاق. هذه المباراة تعد مباراة دولية، مباراة تهم المغرب كله وجمهور المغرب كله مدعو باش يجي سان الفريق المنافس كما شفناه في المباراه ديال النهايه ضد فريق النادي الافريقي، فنتمناو كذلك باش يجي لانه حنا في حاجه ليه وفي حاجه يعني للتشجيع ديالو وفي حاجه للدعوات ديالو. خصم المغرب الفاسي الزمالك المصري، مرجعيه كرويه افريقيه، القاب بالجمله واسماء وازنه من ضمن العميد والقيدوم احمد حسن والهداف عمرو زكي واخرين، يؤطرهم المدرب الكبير حسن شحاته الفائز بثلاثه القاب افريقيا للامم مع فرعنه النيل. الزمالك أجرى هذا اليوم حصة تدريبية بملعب الحسن الثاني بفاس في إطار مغلق بعيدا عن أنظار الجمهور بقرار من الإدارة التقنية للفريق. احنا بنقول ان احنا جايين نلعب مباراة في البطولة الأفريقية، لكن هي مباراة تعتبر انا بعتبرها بين الإخوة المغاربة والمصريين، وده اللي احنا عاوزين نخرج بيه المباراة على خير ان شاء الله. المغرب الفاسي الزمالك المصري موعد كروي كبير خلاله النمور الصفر للعاصمة العلمية، سيكون في حاجة ماسة لمؤازرة الجمهور الرياضي لتقديم أفضل العروض والذهاب لأبعد هدف ممكن.